خير على مشاهدينا الكرام. اهلا بيك. الوقت ده والظروف دي بتبين مدى احساس الاحزاب انها تتعامل ازاي في المواقف اللي زي دي، احساسها ازاي بالدوله، احساسها ازاي بالحكومه، احساسها ازاي بالمواطن. فخطه حضراتكم ايه او خريطتكم هتعملوا ايه؟ بس خليني حابب بس الاول يا استاذ عزه ان انا احنا بس بنشير لحاجه، احنا امام كارثه بتشمل كل العالم، يعني الموضوع عالمي لا ذنب لاحد فيه، حاجه عالميه. نعم. وفي نفس التوقيت برضه انا حابب، احنا كان لسه من كام يوم كان عندنا شبه مشكله والحمد لله تعالى كان في لابد ان انا احيي الحكومه على التصدي بيها، اللي كانت مشكله المياه والسيول ايا كان نتائجها ايه وايا كان التعامل ايه، ولكن لا كان في تعامل مسبق ليها وكان في استنفار لكل القوى في الشعب، والشعب المصري الاصيل بقى ظهر على معدنه في الازمه اللي احنا بقى بنستنفره الوقت، احنا كل اجهزه الدوله مستنفره في مواجهه مرض الكورونا. نعم. كل اجهزه الدوله واحنا كاحزاب سياسيه واحنا كمجتمع مدني واحنا كرجال اعمال واحنا كشعب مصري لابد نكون بحجم المشكله. ولازم نتعامل مع المشكله، احنا مش عاوزين نهول تهويل يصل لمرحله يعني الهلع والتاثير على الدوله المصريه، بس في نفس الوقت برضه مش عاوزين نهول. طبيعي. عاوزين التصرفات اللي احنا كنا بنعملها في الماضي في سلوكياتنا، لا هي دي فرصه طيبه ان احنا نحاول بقى نغير سلوكياتنا الى الارض. نعم. احنا كحزب مستقبل وطن احنا ماشيين في محورين اساسيين مهمين في التصدي لمثل هذه الظاهره. محور اولاني محور توعوي، محور الثاني بقى ان احنا برضه محور المساعده اللي احنا ده خط ثابت عندنا في حزب مستقبل الوطن كحزب مستقبل الوطن كمشاركه مجتمعيه لينا والتصدي للمشاكل دي بان احنا نكون زي ما دايما بنقول كده وزي ما بقرر ان احنا نبقى جزء من حل المشكله ما نبقاش جزء بس من المشكله. ومن هنا عاوز برضه يبقى ده منبر حضرتك مناداه لكل الاحزاب السياسيه وكل، لان المشكله أكبر من إمكانيات الدولة المصرية وأكبر من إمكانيات الحكومة، فيها سلوكيات وفيها تصرفات لابد إن إحنا نتعامل معها بقى. نعم. الجزء التعاوني إحنا شغالين فيه. طبعًا الظروف اللي إحنا فيها والمشكلة المرضية دي أو مشكلة المرض مش هتخلينا نعمل تجمعات، مش هتخلينا نعمل مؤتمرات للتوعية بالمرض. فإحنا بنستغل هذا الأمر إن إحنا يبقى التوعية عن طريق وسائل دعائية. وحاجه تانية عن طريق طرق ابواب برضو ان احنا نعرف اهالينا بقى بايه؟ بالتوعيه. نعم. التوعيه. الجزء الثاني ان احنا بنساعد زي ما حضرتك دلوقتي طرحت نموذج موجود في الدقهليه على فكره هذا النموذج بدا ضمن اطار خطه للحزب، خطه منظمه. نعم. وهيبقى موجود على مستوى كل جمهوريه مصر العربيه. مش هوصي حضرتك سياده المستشار، سياده المستشار عصام هلال، مش هوصي حضرتك على دور الايتام ودور المسنين، ارجوك. انا امبارح كان معايا المهندس حسام الخولي لكن انا باكد على حضرتك كمان، ارجوك. يعني وصلت فعلا لقيادات الحزب وبالفعل فعلا كانت من ضمن خطتنا ان مثل هذه الاماكن هتكون بالنسبه لنا محل اهميه كبيره، لان احنا مقدرين الظروف بتاعتها. صحيح. فبالتالي هتبقى بالنسبه لنا محل اهميه، وزي ما انت حضرتك عارفه ان ده جزء من ادوارنا المشتركه. نعم. المجتمعيه. نعم. فاللي انت شايفاه حضرتك النهارده ده في الداخليه هيطبق على جميع محافظات مصر. صحيح. اشكرك. كل الاماكن اللي حضرتك قلت فيها جاي دور رعايه المسنين او دور ايتام. ارجوك. لابد ان احنا ان شاء الله تعالى هنكون ورجالنا واصحاب الملاءه الاقتصاديه اللي موجودين. بشكركم. صحيح صحيح. بشكركم يا فندم كحزب.